أهلاً وسهلاً ومرحباً بكم. رقم الدراسية LG2422. ثلاث سنوات، 6 فصول دراسية. تخصص هذه الدراسة يعتنى بالطالب الذي مؤهل وماهر في اللغة العربية الاتصالية مع معرفة الخلفية اللسانية اللغة وتكنولوجيا المعلومات والثقافة والتواصل في مكان العمل. قصد الدراسة هي اعتقد وهذه الدراسة أن يمكن لكل فرد أن يكون ممتازا، ويهدف البرنامج إلى تعزيز متخصص في التواصل المهني العربي الديناميكي والتنافسي الذي يدعم تطلعات البلاد في خطة ماليزيا 11 التي تركز على تعزيز الشبكات العالمية نحو إثراء اقتصاد البلاد.